السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. طبعا هذا الفيديو بيكون تجربة إلى اللعبة، طبعا لعبتها من قبل بس بجرب أني أختمها في القناة. إذا الفيديو الأول جاب مشاهدات زينة بكمل اللعبة، إذا ما جاب مشاهدات كويسة بلعب بجرب لعبة ثانية. وإذا أنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا وحطوا لايك للفيديو بدون مقدمات زيادة. خلونا نبدأ. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. Training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. Hey, Leon! So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? أبغى أحط ترجمة بس الترجمة موجودة. طبعاً ما في عربي. لا في عربي، في عربي. Looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Nature calls, huh? Oh, yeah, خذ راحتك، خذ راحتك. بس محتاج تورونا كل شيء. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Policía. You smoke? You smoke? Vaya sitio más tétrico. Hey, ¿hay alguien ahí? أتوقع يقول هل في أحد هنا؟ آه، هو أول واحد انخطف صح؟ ايه، تالي هذا انخطف وهذا اللي انحرق في القرية وهذاك اللي صار في اول بيت ندخله في بداية اللعبة. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. انا هذي شغلتك مو شغلة ليون، بس يلا بدي. Watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me.
يقول ما يبغى ياخذ مخالفة في هالمكان، بياخذ مخالفة تصفيت. اوكي خلينا اشغل الترجمة لان الترجمة ما ادري ليش مو مشغلة. اوكي الفصل الاول يلا. يجب معرفة لماذا اوكي هو جه هنا. ها نايس. اوريدي اعرف كيف انزل. بوم 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 بوم. طبعا هذا يعتبر افضل ريميك بالنسبة لي بعد ريميك اللعبة الاولى. ريميك ورزدنت ايفل 1 يعتبر افضل ريميك، بس هذا يعني يعتبر ذا سكند وان. تميمة بدائية، العقاب مقبل. يعني انا رزدنت ايفل 3 ريميك كان اسوأ ريميك صراحة لعبته. ما كانوا على قولتهم faithful الى اللعبة الاصلية the original. نمسيس ما يخوف، بس ما يخوف زي اللعبة الأصلية. يطلع لك في أي مكان في اللعبة. في الريميك محددين كم مكان يطلع لك سكريبتد على قولتهم. فمن كده أنا اللعبة تعتبر أسوأ ريميك لحد الآن، وهذا يعني في الفترة الحالية يعتبر الأفضل. بس Resident Evil 1 لحين يعتبر أفضل ريميك. السلام عليكم سنيور glorious last plaga. ما شاء الله تعلم الإسبانية ليان. بوليسيا اوه هذه بطاقة الشرطي. بوم. باباو. صراحة المقدمة افضل من اللعبة الاصلية فيها شيء. يعني خلوا البيت اكبر بواجد، كان الاول صغير. مفتاح كوخ الصياد. هيئة الشرطة الوطنية ماريو فرنانديز كاستانيو ضابط شرطة. ايه خدنا المفتاح، ننزل القبو. صوت الراديو. Hey. ايش اللي هاي؟ رجال ميت مخلص. أنا هذا صراحة غبي، كانت عنده سيارة كيف صادوه؟ يجب الهروب من الكوخ. غلوريا لاس بلاغاز. كاني ما اشوف انا. Sit down, boy. This just keeps getting worse. Dindestas sai.
إذا استعصى إيه؟ هذا نفس اللي قتلناه بس يلا نمشيها نفس الشكل. أخذ الهرب دائما وأبدا احتاج لأنه مجسم. President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. Lago. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Gotta go. Talk later. Let myself out. توني ألاحظ أنا دول الحين في الكاتسين هل موجودين في اللعبة كأعداء؟ هذا ممكن موجود لأصلع بس الباقيين حسيت أشكالهم يمكن موجودين بس في هالكاتسين. Let's keep going. يجب التوجه إلى البحيرة. في الدم في كل مكان الدم على هالجسر. بوم. عملة البيزيت وشو البيزيتا. اوكي بارود. الحين خلينا نشوف اذا نقدر نقتل هلا الغرابين دولة. اوكي افا give me ammo. مورير سيريز أغرادلو. بوم واه. طبعا هذا بيتحول ما خليه يتحول. نايس أغرد له. طبعا الفخ اللي الكل انصاد فيه حتى انا انصد فيه يوم لعبت الدمو حق اللعبة اول ما نزلت. بوم شكرا عمو. اي كل هالاشياء بنحتاجها. سووا لينا علاج احتياطا. هذا رقم 2 هذا رقم 1. اوكي وقت القرية. من افضل الاشياء اللي تصير او الاحداث اللي تصير في لعبة Resident Evil هي القرية. هذا ايكونك تعتبر للعبة Resident Evil 4. مع السلامة.
¿Dónde está Isaí? 1, 2, 3, 4. اوكي احنا خلينا نستنى الحجية تروح لليمين مرة ثانية. خليها تجي وتروح يمين ونلحقها ونسوي الروتين حقنا. ما ودي اسوي معنا، ودي اقتل كل واحد منهم عشان نخلص مرحلة القرية بسرعة. اذا نروح من هنا بس احنا بنروح سيدة، بس الحجية الحين بتلف من هنا وترجع مرة ثانية هنا ونروح نلحقها عشان نروح ندخل البيت من وراه. أيوة لا هي الحجية جت من هنا، خليها تروح شوي سيدة. هلو دور دور ريان دور دور بعد ما يحسوا لي. Here we go. بوم. ناخذ الجرينيد عشان نرمي عليهم. يا حبيبي دقيقة بس نو 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 نبغى نطلع بس من الكوخ. شكرا. نروح هنا. يلا خلي الحماس يبدي. اوكي نحتاج نقتل ابو المنشار. اما اقتل ابو المنشار مشكلة، يمكن ما يحتاج نقتله لان اذا رميت الجرينيد برا احتمال ان نخلص اوريدي. That's my lucky day. Shotgun of course. لازم نطيح هذا. بابراي. الحين نسوي حركة ان نرمي الجرينيد هنا. بابا بام بوم. اوتش نبغى الشات جان. بوم. ممكن انك تروح يا ليان. بابا بابا بوم. انا عم بقتل. لا 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 لا. اوتش. بوم. اغرادلو. تعال منا بس. خلص. هولي انا ما بقتل ابو المنشار، خلوني اقتل ابو المنشار.
اوكي خليني بس اطلق عليك الشات جون. يا قوت هل مات بالمنشار؟ لا اسمع صوت المنشار. اسمع بوم. نايس. لا اوتش. اوكي حبيبي اوكي. زين ما حطيت على الصعوبة في الهارد كور. بيضة نايس. تقريبا انا خلصت. ركني في حالي. اوكي خلصنا. بوم. ها؟ لا كامبالا. لا كامبالا. لود سادلر. اللي سيمبوكا. وقع الجرس يعني مفروض يحط ترجمة لكلام الإسبانيين يعني يكون أفضل. لورد سادلر. طبعا في حركة حلوة أنا شفتها في الريميك. إذا مثلا لعبت نيو جيم بلس وعندك القناص تقدر إنك تطخ على الجرس وتخلص شو اسمه مرحلة القرية بسرعة. يعني ما يحتاج إنك تسوي كل هالحوسة وتنتظر أيدا تساعدك. بينجو. Where's everyone going? Bingo. من هذا reference اللعبة الأصلية. بوم. Resident Evil 4. أوكي وصلنا إلى نهاية الحلقة. طبعا قولوا لي إذا عجبكم المقطع وأنا على عدد مشاهدات الفيديو بعتمد عن هل اني اكمل اللعبة او اني العب لعبة ثانية. المهم اتمنى ان الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك ولما انتم مشتركين في القناة اشتركوا. وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.